استضافت إحدى الشركات القابضة للسياحة والفنادق مجموعة من محاربات السرطان المعالجات في مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وذلك خلال زيارة إلى مدينة الإسكندرية. تضمنت الزيارة قضاء يوم على شاطئ المعمورة وجولة بمنطقة قصر المنتزه ومشاهدة التطوير الشامل الذي تم بالقصر وما حوله من حدائق وفنادق. في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، استضافت إحدى الشركات القابضة للسياحة والفنادق مجموعة من محاربات السرطان المعالجات في مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وذلك خلال زيارة إلى مدينة الإسكندرية الساحرة. مع محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وبنقضيهم يعني بنخليهم يقضوا يوم جميل ونرفع من روحهم المعنوية، ويا رب إن شاء الله يبقى في رحلات تانية قادمة برضو في نفس الإطار من خلال الدور التوعوي والمجتمعي في اسكندرية، عشان نقضي يوم مع محاربات مؤسسة بهية كنوع من أنواع الدعم المجتمعي. هنقضي يوم في شاطئ المعمورة والمنتزه، وهنختتمها بفندق رومانس هيبقى في التراس هناك، في تكريم ليهم إن شاء الله. وأنا واحدة من محاربات بهية، وبقول لكم إن هم يستاهلوا كل الدعم النفسي والدعم المعنوي. إحنا هنا في المعمورة ورحنا المنتزه، وقد إيه اتبسطنا في البحر كده هوت بتاعها، وقد ايه احنا هنا هوت هناك بصراحه بهية في منتهى الجمال، وقد ايه حسينا ان الدنيا هناك منظمه جدا وكل حاجه ماشيه بطريقه مختلفه جدا. الزياره تضمنت قضاء يوم على شاطئ المعموره وجوله بمنطقه قصر المنتزه ومشاهده التطوير الشامل الذي تم بالقصر وما حوله من حدائق وفنادق. حقيقه انا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده في الحدث العظيم ده، وهو مشاركه محاربات سيدات جميلات من محاربات بهية، ان هم يقضوا يوم حلو ويغيروا طاقتهم ونفسيتهم في اسكندرية ويعملوا تور حلوة. بشكر حقيقي مصر السياحة وبهية والدولة عامة على اهتمامها بالعمل المجتمعي، وان هم يشاركوا يعني نفسية المريضات او المحاربات، خلينا نقول محاربات افضل، في ان هم يتمتعوا بجمال بلدهم. بتعرف في بهية بقى لي سنة ونص، ويعني الحمد لله الحمد لله نشكر بهية على كل اللي بتعمله معانا. والنهارده هي جايبانا اسكندرية رحلة في المعمورة والمنتزه، وجميل جدا وصحبة جميلة جدا، والحمد لله وشكرا بهية. الزيارة تأتي ضمن برنامج توعوي اجتماعي وثقافي متكامل يستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين وإلقاء الضوء على بعض مما قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة من مشروعات تطوير وتنمية وإعادة بناء في شتى المجالات لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.